شكر دكتور أمير الشبي، أفريتنا بنظرتك الثاقبة على بعض النقاط الهامة والملاحظات على الرواية. حان الموعد مع الفارس الثالث في حلقتنا النقاشية اليوم، الفارس الثالث والأخير، به ستنتهي الحلقة النقاشية، ونقول دائما ختامها مسك مع الأديب والمفكر الأستاذ عبد الرحمن الراوي. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لنادي أدب مصر الجديدة على هذه الاستضافة الراقية، وهو مكاننا وبيتنا. وشكرا للأستاذ الدكتور طارق منصور على ما قدمه عن كتاب طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي، وكل الشكر للأستاذ أشرف البنا على هذه الموسيقى الرائقة اللائقة والإدارة الحكيمة للندوة بكل معنى الكلمة. أوجه الشكر للسادة الحضور وكلكم أخوة لنا، كما أوجه شكري إلى الأستاذ أحمد محروس. أستاذ أحمد محروس اختار نوع صعب من الكتابة، وهو الكتابة التاريخية، الرواية التاريخية. حقيقة الرواية التاريخية تحتاج إلى مجهود كبير جدا، وتحتاج إلى العديد من المراجع، وتحتاج إلى وقت أطول، لأن كل معلومة يجب أن تدرس بعناية، ويجب أن تكتب بعناية، بما فيها التواريخ، بما فيها الأماكن، المكان والزمان مهم جدا في الرواية التاريخية. إذا كنت ستكتب عن التاريخ فلا بد أن تراجع التواريخ جيدا، تراجع الأماكن جيدا، الأشخاص الذين عاصروا هذه الحقبة التاريخية، أصولهم، أسماءهم، كل شيء، كل تفصيلة. وهذا يحتاج إلى جهد كبير جدا. فكون أن هذا الكاتب المبدع يختار هذا النوع من الكتابة، فهو اختار الأصعب للبداية، والحقيقة أنه برع فيه. اختصر عنتر بن شداد في بيت من الشعر معلقة كاملة لو قلتها ما وفيت، وهو عندما قال: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ ما معنى البيت؟ أنه يعني يختصر القول أن الذين سبقونا أتوا على كل شيء في الرواية، على المكان، على الزمان، على الشخوص، على كل مفردات الرواية، ولم يبقى إلا التعليق. حقيقة ربما البعض من الحاضرين لم يقرأ الرواية كونها تاريخية، والرواية التاريخية أحيانا غير مستساغة للبعض، يعني للقارئ العام الرواية التاريخية غير مستساغة له، يعني عندما يقرأ يجد الرواية التاريخية جافة، ليس فيها يعني من الإبداع الأدبي، من علم البديع وما أدراك وما شابه، يعني لأنها كلها يعني تنتمي إلى المعلومات والحقائق والتفاصيل الدقيقة التاريخية الموثقة. دعونا نبدأ بالشخصيات، نلقي نظرة سطحية سريعة على الشخوص. وأنا هنا أحيي الكاتب لأنه عدم الإغراق أو الإكسار في شخصيات الرواية، هذا يحسب للكاتب الأستاذ أحمد محروس، أنه وضع في الرواية شخصيات قليلة محسوبة لا تذهب بذهن الكاتب بعيدا بعيدا وتجعله في حيرة، ومن اشتبك مع من، ومن فعل مع من، يعني ما معنى بما معناه، يعني أن كلما قلت الشخصيات في الرواية كلما كان وصلت إلى ذهن القارئ أسرع وأفضل. هنا هذا ما فعله الأستاذ أحمد محروس في روايته، أنه
جعل الشخصيات في الرواية تعد على الأصابع. نأتي إلى المكان. المكان هو وردان. وردان وهذه تابعة مكان داخل مدينة الجيزة حاليا. هو تكلم عن وردان قديما على أنها نهاية حدود القاهرة من الشرق، قال أنها في شرق القاهرة. الآن وردان أصبحت في حضن القاهرة، في السنتر، في المنتصف، في منتصف القاهرة. كانت تحتضن كانت تحتضن الجبل، بما معنى أن المباني التي كانت فيها كلها مقتطعة من الجبل وما شابه يعني. بني في هذه المدينة، مدينة وردان، بني فيها قصر كان يسمى هذا القصر باسم صاحبه الذي بناه. وكان في هذا المبنى هذا كان في درب يسمى درب الطليان. من هنا انطلق الكاتب بين المكان إلى الشخوص، من المكان إلى الشخوص. هو صنع المكان ثم بدأ في توصيف الشخوص. رسم الشخصية، الشخصيات هي شخصيات من نسج خيال الكاتب، لأنه بالبحث عن الشخصيات عرفنا أن هذه الشخصيات لا أثر لها تاريخيا، إنما هي شخصيات كانت موجودة بالفعل كنماذج. هي الشخصية التي وضعها الكاتب هي نماذج كانت موجودة بالفعل وموجود أصلا حتى شرق القاهرة الآن. قصر يسمى قصر في الخانكة، قصر يسمى قصر الأشرف، قصر الأمير الأشرف طاز أو قصر قيتباي، لا أدري ما الاسم بالضبط، ولكن موجود يعني نفس القصر بنفس الوصف. الشخصية الأولى وهي الشخصية المحورية، ثاني شخصية محورية في الرواية، وهي شخصية قابيل كتبها. وقابيل كتبها هذا كان من العبيد أو ما يسموهم الانكشارية. والانكشارية هؤلاء كانوا قديما يختارون يعني الموالي والعبيد الذين كانوا يأتون من جميع بلاد العالم. كانت تجارة الرقيق آنذاك موجودة، تجارة الرقيق، فيأخذ الأطفال الصغار، يأخذ الأطفال الصغار ويربوهم على تعليم الدين الإسلامي وما إلى ذلك، ويشعروهم بالولاء في حضن مولاهم أو من يملكهم. تربى قابيل كتبغة عند مولاه الجزائري وأحسن تربيته إلى أن شب على الفروسية وما أدراك، وشب على الضرب وطعن بالسيف، وأثبت براعته في هذا، وأيضا حفظ القرآن وكان طوعا لمولاه، وساعد مولاه كثيرا الجزائري إلى أن اعتمد عليه وأظهر له من الولاء ما أظهر، حتى أنه اعتمد عليه وجعله خازنا لمخازن الحبوب والغلال وموارد الدولة. الجزائري كان آنذاك يحكم القاهرة، تولى بعد منه. لما طمع قابيل في الحكم أراد أن يوسع نفوذه، استرد المماليك من حوله. المهم أن شخصية قابيل هذه هي شخصية انتهازية، شخصية وصولية، وهذا دأب المماليك وعادتهم. دوما عندما نقرأ التاريخ جيدا نعرف أن المماليك لا ينتمون لوطن، لا ينتمون لطائفة أو جماعة، كل همهم هو تحصيل الجباية، التحصيل الجباية وما أدراك.